بلاسي بلاسي البداية ديالنا سلام عليكم من كاستيا كصبارة الأمنية ديالي ونعرف هذا العالم هذا ولكن سيقرب سيها عن الحياة يفكس عندنا براسي يوما نزورو واحد السوق اللي عندنا في طنجة كصبارة حاجة بغيتيها كتجبر في هذا السوق صراحة فيديو واحد ما كافيش فيها ولهذا اليوم غنعملو فيديو وغنرجعو مرة ثانية غادي نعملو واحد الفيديو قريبا كيما تبقى تخرج من الدار غتبقى تخلص على من راجي الله يكون في العون الدرويش حبيبي يوسف تبارك الله عليك اخاوي ديالي تبارك الله عليك اهلا اخي ابراهيم يمكنش تجي كصبرات وما تجيش عند يوسف الله يرحم بابك اخي ابراهيم الله كبير هذا اخاو الله يعزك كبير بك اخي ابراهيم اجي فوقاش كتفرج الفيديوز ديالي اخاو دائما الصراحه والله الا الصراحه ملي كنجي النعاس كنطيح بك الراس اخي ابراهيم ايوا اخاو ديالي العز الله يعاونك الله يرحم بابك ابراهيم مرحبا بك عندنا الخاو ديالي انا سبرتيني عاوتاني كصب ونورد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي كما كتشوفوا حنا جينا كصبرات وجات واحد الفرصه اللي هي مزيونه الدراري ديالنا اللي باغا تبدا شي مشروع ديالها الدراري كتبغي تبيع بيجامات جات واحد الفرصه مزيونه مع الدراري ديالنا اللي غادي نزيدو نسقسيوهم اكثر خاو ديالي تبارك الله عليك الله يبارك فيك اخاي الله نهار كبير الله يبارك فيك اخاي عماد غني عن التعريف معروف اخاي ابراهيم بلا ما نقول لك واخا دابا غادي نسقسيكم انا شنو عندكم هنا في هذا المحل هذا بالضبط عندنا كل شيء من اتان زيد عندنا من التقشيره الصغيره حتى الكبيره وكساوي بيجامات كاينه شي حاجه ديال الشتوى كاينه كل شيء 3 بياس عندنا ها انت هنا كتشوف عندنا السول دابا دابا هادو شحال الثمن ديالو؟ ثمن الصول 80 درهم، كانوا عاملين 130 درهم، دابا 80 درهم. دابا غنعطيك واحد المثال للدراري ديالنا باغا تحرك، يعني بزاف الدراري كيبغيو بالجملة كيطلعوا سان كازا من ناحية دابا نسينا كتبيع ناسا الجملة، باش تنصح الدراري ديالنا؟ اللي بغى يتحرك مرحبا. الثمن بحال اللي كدير الجملة بحال اللي كدير تركيا كازا مما بغيتي. يعني الثمن يقدر يعاود فيها بيع يدير فيها واحد الطردو. البركة ديالو ويشيط الخير. يعني مهيدا نقدروا نحاربوا يعني تا بيطار الشباب ديالنا اللي بغى شي حاجه مرحبا اي والله كاين الثمن مزيان والغربي كيقنع يعني ما حدا بغى يجي عندك فين عايجيو يجيو لنا هنا كصبارطه السوق ديال الحبوس معروف الغربي تما ما كاينش اللي كيعرفوش تبارك الله عليك وشكرا بزاف الله يحفظك اخاي وكنتمنى فرصه سعيده ومرحبا تبارك الله على السي ابراهيم مرحبا بك عندنا خو ديالك واخا شو عرفنا المحل ديالك شنو عندك هنا عندنا خوتي مواد غذائيه مرحبا بكم مكتر الجامع السعودي يعني ملي كنقول مواد غذائيه كيبان لي تبارك الله كاين كل الخير كامل كاين مرحبا بكم في اي ساعه والتفاعل مع السي ابراهيم رجوله والله العظيم الى رجوله دابا غادي نعاودو عند المتابعين ديالي اللي كاينين في سوق القرو اللي هو الصراحه واحد السوق مزيون وجامد تاع الساعه وفاه ما يتم حيت كاينه الخضره وفوقي كاينه القيصريه الا بغيتي باقي نزيد نساليكم في كصبارطه ما عليك الا تبارطاجي فيديو سين امر ونغام وما تنساش تشارك في الصفحه باش دائما يوصل لك الجديد وانا معكم كما نتوما معايا يعني غنقولوا الناس اللي جاو كصبارطه جاو يتسخروا من عندك الله يرحم والديك الله يعاونك امين الله عليك الله يبارك فيك اخي ابراهيم زين معنا صاحبي الله يرحم والديك الناس اللي تجيك صبارطه شنو غتقول لهم اخ مرحبا بهم عندنا السلعه كاين خير موجود بغاو شي حاجه مرحبا الاثمنه مزيون الاثمنه مزيانه والثمن مناسب ان شاء الله يا ربي تبارك الله خير موجود السلعه كاينه كلشي كاين كاينه سلعه دوميسيز وكاينه سلعه ديال البرد كلشي كاين الحمد لله خير موجود اخي ابراهيم مرحبا بك عندنا اشرف قلتي لي باش يزيد يتحرك السوق هذا ما كرهتوش يكون عندكم هنا شي معرض باش الناس يقدروا يعرفوه ويزيد يتعرف اكثر ياك ضروري والمعرض هو اللي كيشهر السوق ما كاينش شي سوق اللي ما كيشهروش شي معرض لا ما كانش شي معرض دائما كخصو يكون واحد بروجي كبير قدامه باش يشهر داك السوق مع تبارك الله دابا تبصح انا هاوت من فوقي الدنيا عامره بشحال ما انا كنهاود وما كنجبر شي حيت اش كصبرطه معروفه بالشارع فوقاني ماشي من داخل اخا كاين اخر كيجي الشارع كيسقسي غير على النجار كيجي كيسقسي عليه في الشارع ما كيدخلش لبلاصه النجار علاش كلشي كاينه في باب الشارع مادام كيكون كلشي في الشارع التحساني دائما كيكون منسي هذه في اي دوله وفي اي مدينه ماشي غير عندنا هنا في كصبرطه ونتمنى ان شاء الله سنه يعاود من بعد ملي نرجعوا مره ثانيه نجبر الدنيا عمرات وكلشي نتمنى واخا ديالي علاش كاينه بزاف ديال المحلات هنا الاغلبيه ديالهم من والينهم هجروهم علاش من سبب السوق ما خدامش الله احسن لها الاخر عنده مصاريف عنده عائله عنده اسره عنده بزاف ما يمكنلوش يجي قايل جالس هنا وما يديش دراهم ما يديش حتى لقمه العيش ديالو خصوصا الا كان كاري وحاليا العود في المدرسه اغلبيه الناس كاريين ماشي زعما نقول لك انا حنايا في المغرب الاغلبيه ديال الناس كاين كاري اكثر من الشيء اللي عنده السكنه ديالو حيت في الارض هذه دابا حاليا في هذه المواد الغذائيه اللي غاليه وكلشي غالي ما يقدرش يعمل الدار ديالو صعيب عندك الحق اخي عشر صعيبه وكاين جوار اخر عنده جوج العواوله اللي عنده ثلاثه ومسؤوليه العواوله والمداخل المدارس والمصاريف والروينه ما كيقدر يعمل حتى شي حاجه مسكين يعني ديالنا رحيم وتبارك الله عليها ابراهيم فوقاش تجي عندنا ابراهيم فوقاش تجي تصورنا المحلات ديالنا انا جيت عندك مرحبا بك ابراهيم بارك الله فيك كنشكرك بزاف على المجيء ديالك عندنا
وليدي الحبيب حنا مقصحين في هذا السوق زعما الحقيقه الله هي هذه مقصحين. نسمع منك شنو عندكم في السوق هذا القرب؟ السوق هذا وليدي القرب فيه جميع الحاجات اللي كيتباعوا من العروس ستون الكبر اي حاجه، السلعه كامله مجاوره. كاين فين مواليها؟ ما كاينش. في الاول فين كنتي؟ حنا كنا كنبيعوا في الشارع. يعني فوقي في الشارع؟ فوقي في الشارع كنا بايعين الشارع ما خصناش شي خير. عطانا سيدنا هاد البليصه جينا لهم الله يكثر خيره غزال زعما الموطع ما نقولش يعني فرحانين به، فرحانين بزاف بزاف. تبارك الله بحال الدنيا واعره هنايا وكل واحد عنده محيه مزيانه، يوم حنا حيه مزيون. ما تصورش ما تصورش السوق شحال مزيون، ولكن ما خدامش ديالهم باش شنو يعني ما عرفتش الهدف ديال السوق علاش مسامحين فيها اذا مهبوله اذا ما كيدوهاش فيه. كانت عندنا واحد تيطر في الباب دابا زولوها لنا الحمد لله ما بقاتش، ما هي تيطر السوق كان مغلوق. وحنا كنجيبوا السلعات هنا كتشوف الحمد لله من السباني من الرخيصه للغاليه، واللي كتباع ب 200 درهم انا كنبيعها ب 17000 فرانك، واللي كتباع ب 12000 فرانك كنبيعها انا 100 درهم. عندي السلعه رخيصه ومزيونه من اي حاجه عندي، ولكن فين هو الاقبال؟ فين هما الناس؟ دابا نقدر نقول لك اعطيني شي فكره كيفاش نقدروا نجيبوا الناس. دابا فكره مزيونه، هضرتي مع ابراهيم. ابراهيم ها هو اجا باش نقدروا نزيدوا هذا. دابا هذه فكره مزيونه، الناس طنجه غيشوفوا غيجيو لنا هنا، ولكن زيد شي فكره من عندك. الفكره اللي من عندنا خصنا الطرقان يتفتحوا لنا، هاد الطرقان اللي باقيين مغلوقين يتفتحوا، والمخزن يدخل الناس اللي مستفدين يدخلوا من المحاحل ديالهم. راه الناس اللي كيبيعوا في الشوارع كامله، ماشي من غير كسبارطه، اي شارع مما كاد الحومات الشوك، المهم طنجه كامله بيع متجول كامل مستفد، ما بقاش شي واحد ماشي مستفد، حيت الاسواق عطاه الملك. كاين الاسواق ولكن حتى واحد ما كيعمر بلاصه ديالو، كلشي في الزنقه. نقدروا نقولوا ملي كيجي المحل كيجبر يعني قصوله قضيه، فهمت؟ الناس كيجيو من عندنا هنايا كيدخلوا في الباب كيعملوها كيقولوا يلاه ربحنا، السوق ما فيه والو، السوق خاوي. وشكون اللي خواه؟ موالينا اللي ما عمروش في المحل ديالهم باش يجيبوا الناس ويبيعوا ويشريوا، ويجيو الناس عندنا ويجبروا ما يديو، كيجبروا السباني السراوله مكمصيطات شويه الحويجات النساد هذه، تما السوق خاوي. وعلاش دابا حنايا ما يشوفوش فينا ويجيو يعمرونا هذا السوق؟ علاش؟ علاش حنا معمرين السلعه وحنا دابا والله العظيم الا ما كنجبروش باش نجيبوا سلعه، هاد السلعه موجوده باش نبيعوا نعطيو لمواليهم الفلوس ما كاينش شي، وباش نجيبوا شي حاجه دابا ما كنقدروش حيت ما كنصورش باش يعني خصك تخرج باش تدخل. نخرج باش ندخل وما كرهتش عاوتاني الناس يجيو عندنا، وهذا سوق القرب راه الحمد لله. اللي كانوا كيجبروه في الزنقه يجبروه عندنا هنايا، ويجيو عندنا السوق بعيد، راه ما بعيدش باقي في كاسا براطه. لو كانوا بعيد كان داونا شي مطاع بعيد، اما السوق باقي في كاسا براطه راه قريب. خص غير اللي يبالي به واللي يشوف فيه واللي يحسن بهذا السوق.